بص يا اخوانا مفيش داعي توتروا نفسكم، الشرطه هتحط كل تليفوناتكم تحت المراقبه. يحطوا تليفوناتنا احنا تحت المراقبه واحنا مالنا؟ احنا عملنا ايه؟ ده اجراء عادي يا شعبان بيحصل في الحالات اللي زي دي. ايوه يعني ليه يحطوا تليفوناتنا احنا؟ ما يحطوا تليفونات اللي خاطفين، مش يحطوا تليفوناتنا احنا تحت المراقبه. بص يا شعبولة، هما الشرطه لازم تحط تليفونات المجرمين الكوخ دول كلهم تحت المراقبه عشان يعرفوا يوصلوا لهم. انا كده فهمت الحمد لله. ايوه بس ما حدش قال لي هنحط ليه تليفوناتنا احنا تحت المراقبه. بص يا شعبان، هي الشرطه هتحط تليفوناتنا تحت المراقبه كده كده عافيه، واذا كان عاجبك. يا سيدي عاجبني، بس انا خايف بس لا يذيعوا تليفوناتنا على برنامج الاستاذ عبد الرحيم علي. قوم يا شعبان. ايه؟ اوعى تضرب. ده اقتراح. انا اللي نفسي اضربك. بص يا شعبان، الاستاذ عبد الرحيم علي هيذيع مكالماتك انت ليه يا تافه؟ انت ترجع السوبر ماركت بتاعك ولو في جديد هنبقى نقول لك. طب امانه عليك يا استاذ علي، امانه عليك، لو اللي خاطفين اتصلوا اسالوا لي بس اهبه حبيبتي سايبه نسخه المفاتيح فين، مش لاقيها، مش عارف افتح المحل. غره شعبان خلاص، غره افتح نفوخك. انا بقترح بني ادم لزج. باي ذا واي، هما اللي خطفوهم ليه ما اتصلوش لحد دلوقتي؟ حبيبي هما بيلعبوا باعصابنا، كل ما المده تطول اعصابنا هتنهار ونضطر ندفع. وهم لو طلبوا هندفع؟ انا عن نفسي اتصلت بابو منال قلت له يا انكل بنتك اتخطفت، واعمل حسابك ان لو في فديه ولا حاجه انت اللي هتدفع. وابوه هيدفع الفديه ليه؟ عشان انا مش هدفع لمنال مهر عشان اتجوزها وفديه عشان اتخطفت. It will be too much over، كتير عليها بصراحه. يعني ابو منال هيدفع؟ اوف كورس. خلاص يبقى نكلم ابو انجي بقى او امها مثلا. دي جزات يا جبر الكلب ان نعتمد على واحد. يا جماعه اهدوا اهدوا، دي ساحه شيطان، انتوا واكلين شاربين خاطفين مع بعض يعني عشره، اهدوا استهدوا بالله كده. والله يا مدام انجي في تاريخ المهني كله عمر ما غلطت غلطه، يجي كلب زي ده يضيع تاريخ المهني كله. بس لا خلاص خلاص، ما ينفعش تقول عليه كلب، يعني انا هحوش عنك كل ده ازاي؟ خلاص بما ان الغلطه حصلت فلازم نستفيد منها. لا انا قلقني طريقه كلامك، اوعى تكون ناوي تعمل الدنيئه معانا وتخلص علينا احنا ولايا. حد الله بيني وبين القتل. يا صبا البلوتي، انا فرحانه بيك قوي من ساعه ما شفتك وانا بقول عليك راجل محترم. لا 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 ما يصحش، لا لا ما يصحش. ايه ايوه ايه؟ لا 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 استنى، ايه اهي جايه جايه يا رب جايه. انا شكيت ان علي هو اللي خطف انجي. اشمعنى يا استاذه كرومبو؟ علي طول عمره ما بيحبش انجي وعايز يخلص لنا. وايه المشكله؟ ما انت برضه جوزك ما بتقيكيش ولحد دلوقتي سايب في وسطينا. يعني اخرس، مين قال لك الكلام الفارغ ده؟ انا جوزي بيحبني جدا. وفشوري يا اختي وفشوري. بقول لكم ايه؟ لحد امتى هتمسكوا في التفاهات وتسيبوا الهيافات؟ نعم. انت ايه يا عم الكلام بتقوله ده؟ انت معانا ولا ضدنا ولا جاي مع العفش؟ جاي مع العفش. انا معاك اهو من زمان. طب تبقى بص تقعد ساكت وما تبطلش كلام خالص. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما بعرفش. بس هحاول اقعد ساكت. صدقوا انتوا الاتنين عبتوا مش مجانين؟ انا قررت مش هقتلكم بس هطلب فدية من اهاليكم. يخرب بيتك يا صبا بلوتي الكلب، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انت شفت بتقولي ايه يا قنوش؟ ما بقولش حاجه، ما بتنيلش اقول حاجه. ان شاء الله خير يا علي، انجي اكيد هترجع، انا عارفها. ان شاء الله. انا قلقان قوي يا جميل، اللي خطفوه ما اتصلوش لحد دلوقتي ولا حتى طلبوا فديه. ولو طلبوا الفديه هتدفع؟ لا طبعا. ايه ده يا علي، انت مش عايز انجي ترجع ولا ايه؟ لا طبعا عايزها ترجع، بس انا لا يمكن اقبل باي ابتزاز. ايوه ده رقم غريب. رد رد احتمال ليكم هم. يا رب. الو استاذ علي معايا؟ ايوه انا علي، انا مستعد ادفع اللي انتوا عايزينه. الحقونا يا ولاد، وهي
مؤاخذة بص. عيب. احنا مش خاطفينهم عشان نضايقهم. جايبينهم عشان نضايقهم. والله مش عارفة أقول لك إيه يا أستاذ صملوتي، أنت حقيقي حقيقي بتحرجنا بأدبك. أيوة يا زعلي. أيوة. طب مراتي كويسة؟ ينفع أسمع صوتها؟ طبعًا. بس بعد إذنك هما 30 ثانية بس. أسمع صوتها ولو ثانية واحدة بس. علي. أيوة يا إنجي. هكلمها. استني بقى استني. أيوة يا إنجي. انتي كويسة يا حبيبتي؟ أنا كويسة 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 الحمد لله، ما تخافش عليا، بس خلي بالك من العيال يا علي، وسوني سوني خليه يغسل رجله، ولم الغسيل يا علي الله يخليك. علي لازم تتصرف وتدفع الفدية يا علي، إن شاء الله حتى تبيع كليتك. طبعاً هتصرف وهدفع الفدية يا حبيبتي. ربنا يخليك لي. 30 ثانية خالص. مع السلامة يا علي، مع السلامة. اتفضلي دورك أنت. بس انا بصراحه مش عايزه اكلم شريف خالص، لان هو انسان رغاي وانا مصدعه. هو ممكن حضرتك تقول له على الفجة اللي انت عاوزها ونبقى خلصنا؟ اصل احنا اصول الشغلانه عندنا ان من حق المختطف يعمل مكالمه. سلام. والله يا استاذ صملوتي اكتر حاجه بتعجبني فيك ان برغم ان انت ابن لكن بتفهم في الاصول. ما انا لوت طمنيني عليكي. Are you fine؟ قوليلي جبتي طلبات البيت ولا خطفوكي قبل ما تجيبيها؟ طلبات البيت؟ بصي يا صملوتي بصراحة أنا قلت لك مش عاوزة أكلم البني آدم ده، وأنا عايزة أكلمك كده بصراحة. إحنا بقينا أهل دلوقتي، الواحدة لما بتزعل من جوزها بتغضب عند مين؟ عند باباها، عند أخوها، وأنت دلوقتي زي أخويا. أنا بصراحة عجبتني القعدة عندك، الفيو حلو ويريح الأعصاب، والفيلا شرحة وبرحة، فأنا يعني بليز عايزة أقعد عندك فترة كده، ومش عايزة أرجع للبني آدم ده تاني. أيوة يا منال، أنت زعلتي؟ طب ما تزعليش، يا ريتني أنا اللي جبت طلبات البيت بدالك. يو نو، لو لا قدر الله لا قدر الله يعني رجعتي بالسلامة، مش هخليك تجيبي طلبات البيت تاني. طلبات ايه يا ابني؟ طلبات ايه؟ مراتك مخطوفه، انت فاهم انها في السوبر ماركت. اعذروني يا جماعه، فيرست تايم اتحط في موقف زي ده. طب انجز بقى، عشان لو مراتك خلصت من الخطف هيجي لها شلل منك. هات التليفون والنعمه اتخانقه. يا ابنط اديني جوز مدام هبه. لا يا فندم ده مش موجود، ومش مهم اساسا يبقى موجود. مش موجود ومش مهم يبقى موجود. أنا علي طول عمري كده واقع من قعر القفة، مفيش يا رب حد عايز يكلمني ولا يسأل عني. ولا يهمك يا جميل، خلي المكالمة دي عندنا. يا خدشي مؤاخذة يا بص. عموما أنا كده عملت اللي عليا وعداني العيب. مطلوب منك حاجتين بقى. إيه هما؟ أول حاجة البوليس يبقى بعيد. أيوة بس إحنا بلغنا الشرطة خلاص. ليه بتقوله ليه؟ بلغت الشرطة؟ دلوقتي هو عارف ان الخط متراقب. على فكره واسامه الخط مش متراقب. افتح السبيكر خلينا كلنا نسمع. بيقولوا ايه؟ هو اكيد هو اكيد علي جوزي ما بيتبلش في بقه فوله. عاجبك كده اللي جوزك عمله ده؟ انا خلاص جالي اكتئاب من اللي سمعته. يا سلام، جالك اكتئاب من دي وما جالكيش اكتئاب ان احنا مخطوفين اصلا؟ يا اختي هكتئب من ايه؟ هو في حد يكتئب من القعده الحلوه دي؟ ده احنا فاضل لنا بس فقره السحر والتنوره وتبقى القعده اخر منجها. خيبه. طب بص بقى كده من الاخر، انا لا بيهمني شرطه ولا دي اول، انا هاخد على كل راس نص مليون جنيه. راس ايه يا صملوتي؟ راس ايه؟ هو انت يا حبيبي بتبيع مواشي؟ وبعدين نص مليون ده كتير قوي، يعني كده اجوازاتنا يطلقونا اوفر. طب انا هجيب نص مليون جنيه فديه منين دلوقتي؟ اطمن يا علي، والله العظيم انت ابن حلال وربنا بيحبك. استاذ جميل لسه قايل لي من شويه ان هو ممكن يدفع من مليون ل 10 مليون. الحمد لله. صحيح يا جميل؟ لا طبعا مش صحيح. لكن ليه الكلام اللي فيه ده؟ ايه؟ انا يا دوب مرتب على قدي، يعني اللي جاي على قد اللي رايح. يا سلام، وعيلتك الكبيرة والأراضي اللي تسد عين الشمس راحوا فين؟ يا كمالية، أيوة الكلام ده بيتقال في المناسبات اللي زي دي. مناسبات يا جميل؟ هو أنا مراتي بتتجوز؟ دي اتخطفت. يا علي، يا علي أنا مقدر موقفك، بس هعمل إيه؟ ما بيدي حيلة. يعني أنتوا مش جايين تساعدوني؟ بصراحة لا، أنا كنت جاي أسلم وماشي. وأنا شرحه. بقول لك يا علي، يعني إذا حصل وإنك ما قدرش تدفع الفدية والعصابة قتلت مراتك، أنا مستعد أخلي النقابة تعمل لك الخرجة. غور يا جميل، غور يا جميل. وسرادك عندي أنا. غور يا، غور يا.
عاجبك اللي بيحصل ده كمان يا؟ لا طبعا انا مصدومه. استغفر الله العظيم يا رب والنبي علي. المرحومه كانت سالفه مني 250 جنيه، ممكن تردهم لي؟ قولي يا سامح. يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب. وانت قاعد بتعمل ايه؟ انا كمان مراتي مرحومه. الله يرحمهم جميعا بقى. نص مليون ايه يا صملوطي؟ قليل مش كده؟ قليل ايه بس يا بابا؟ اكيد مش قليل. اذا اردت ان تطاع فاطلب الفديه بما هو مستطاع. وبعدين لو كان على جوازاتنا يدفعوا نص مليون علشان نتخطف، وبعدين تخطفنا غلط يا صملوطي غلط. طب اقولك يا صملوطي، انا عندي فكره حلوه قوي. احنا ندفع لك تقديمه كده على مقاسهم، وبقيه المبلغ نقسطه كل شهر حاجه بسيطه، وخد عليا كل التعهدات، امضي لك على كومبيالات، تاخد وصل النور، فاتوره الكهرباء، فاتوره الغاز. ايه العسل ده؟ انا خاطف طقم ثلاجات. بقولك ايه يا ماما، الفلوس هتدفع وتوتو على كبوته ولا ايه؟ ايه ده ايه ده توتو كبوته؟ ايه الكلام ده؟ لغتك بقى سوقيه قوي يا صملوطي. فعلا مستوى الحوار انحدر قوي. اصلا استفزتني يا مدام، شكلكوا كده ما اكلتوش حاجه من الصبح وعلى لحم بطنكم. ايه رايكم بقى نطلب اكل ويبقى عيش وملح مع بعض؟ عيش وملح؟ عليا النعمه، انت خاطفنا خاطفنا، مش عازمنا على الغدا ولا طالعين رحله. منها لله الافلام والمسلسلات اللي خلت الخطف بقت حاجه وحشه. شوفوا شوفوا هتاكلوا عشان نطلب لكم دليفري. عمو انا عايزه السوشي. وانا اذا كان ولا بد يعني انا هاخد سمك وجمبري. يعني سوشي برضو. وانا عايزه بكتب الشامبليون وفطيره سجق بس كده. ممكن نحلي كريم كراميل. وانت مش هتطلب حاجه لنفسك؟ لا لا انا عامل دايت، بس ممكن انا معاك. ممكن استاذن حضرتك بس ان انا يعني بقالي كاتمه في نفسي شويه، ممكن حمام؟ ايه ده؟ رايح فين؟ رايح فين يا صملوطي؟ ايه اللي رايح فين؟ داخل الحمام طبعا. طب حبك دلوقتي يعني؟ اتفضل اتفضل ادخل. لا ما احنا هنتفضل سوا. هو ايه اللي نتفضل سوا؟ هو حمام التلات؟ عايز افهم لحضرتك حاجة، من قواعد اللعبة عندنا ان رجلي على رجلك في اي حتة انت رايحاها. اتفضلي. لا لو قواعد اتفضل اتفضل. لا والله انت الاول اتفضل. حمام الحانة يا صملوطي. صملوطي اسمك كده. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.